بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بحضراتكم على قناة STC سالمون تريدنج شانل في كورس التحليل الفني لزوج العملات يورو دولار على الباينري أوبشن، ومع الحلقة السابعة تحت عنوان التحليل الفني ليوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 على فريم الأربع ساعات. في هذا اليوم وكما هو واضح على الشارت عندي 6 شموع مرقمة من 1 إلى 6، كل شمعة تمثل 4 ساعات، وواضح أنها كلها شموع بيعية دبابية حمراء ساعد في تكوين هذا الاتجاه البيعي الهابط القوي. عدة عوامل: رقم 1 الاتجاه العام هابط داون ترند، رقم 2 الشمعة رقم 1 التي جاءت في بداية هذا اليوم كانت شمعة بيعية جاءت عند منطقة مقاومة قوية، استطاعت الشمعة التي جاءت بعدها رقم 2 أن تتجاوز منطقة المقاومة بمومنتم قوي. رقم 3 المتداول التقني الذي يجيد استخدام الشموع اليابانية سوف يدخل بعد هذه الشمعة، بعد الشمعة رقم 2، صفقة بيع أو 2 أو 3 على الأكثر، كلها صفقات بيعية قوية حيث لا يوجد ما يعوق هذا النزول القوي للأسعار مثل المقاومات أو غيرها. لو كنت هتداول في بداية هذا اليوم كنت هستنى الشمعة التي تجي بعد الشمعة رقم 1 وهي الشمعة رقم 2، أشوف هتغلق فين، لأعلى أم لأسفل، وحيث أنها أغلقت لأسفل إذن هي التي أكدت لي الهبوط، عشان كده أدخل بكل ثقة في صفقة أو 2 بعد هذه الشمعة، صفقات بيع. لو لاحظت هتلاقي الشمعة رقم 3 كانت شمعة دوجي مثالية بلا جسم تقريبا، وكل من ذيلها العلوي والسفلي متساويان في الطول، وعلى الرغم من أن الدوجي من الشموع المحيرة إلا أن لونها الأحمر أعطاني دلالة على أن البائعين هم الذين يسيطرون على السوق، وده يشجعني أني أدخل مع الشمعة رقم 4 اللي بعدها صفقة بيع. ثم أن هذه الشمعة رقم 4 عبارة عن سبينينج بوتوم، ثم الشمعة رقم 5 شوتينج ستار، وممكن من بعدها أدخل صفقة بيع في الشمعة رقم 6 التي جاءت عبارة عن سبينينج بوتوم، يعني الشمعة رقم 6، وهذا مؤشر لتغيير سوف يحدث قريبا في الأسعار. أما عن هذا التغيير وماذا سوف يحدث فهذا ما سوف نتعرف عليه في اليوم التالي. والآن أترككم مع هذه الموسيقى الجميلة الهادئة والاستمتاع برحلة الأسعار خلال هذا اليوم، ابتداء من الشمعة رقم 1 وحتى الشمعة رقم 6. Thank you.
كان معكم مستر محمد السيد السلموني.